ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده في ماده اللغه العربيه هناخد درس جديد عن حرف الظاء. حرف الظاء، حرف الظاء يا اصحابي ده شكله اول منفصل، وده شكله متصل بيكون مادة ايده للحرف اللي بعده. طب لو جيت سالت اصحابي مين يعرف كلمات فيها حرف ظاء، نفكر كده مع بعض. في حد من اصحابي بيقول ظل، كلمة ظل في أولها حرف ظاء. طب في حد تاني من أصحابي يقول ظفر، ظفر اللي هو الضفر بتاع إيدينا، برافو، الضفر اللي في صباع إيدينا، برافو، ده كلمة بتبتدي بحرف ظاء. طب أنا هحكي لكم دلوقتي يا أصحابي حكاية عن صديق لينا اسمه ظافر. اسمه ظافر. ظافر ده كان ولد ظريف يحب أصدقائه ويحب أن يلعب معهم. في يوم عيد ميلاده قرر أن يدعوهم، فأعطى كل منهم دعوة في ظرف. حضر الأصدقاء عيد الميلاد وظلوا يلعبون ويمزحون طول الوقت. كان صديقنا اسمه ظافر، كان إنسان ظريف والناس كلها كانت بتحبه. جه في يوم عيد ميلاده بعت لأصدقائه علشان يجوا يحضروا وياه عيد الميلاد، بعت لهم دعوة في ظرف وقال لهم يا ريت كلكم تشرفوني وتيجوا تحضروا معايا عيد الميلاد. حضروا كلهم واتبسطوا وفضلوا يلعبوا وقضوا وقت جميل مع بعض. احنا دايما بنعمل كده مع بعض، ان في يوم عيد ميلاد اي حد فينا بندعي كل اصدقائنا وييجوا يحضروا ويانا عيد الميلاد وبنتبسط كلنا مع بعض. استفدنا طبعا ان احنا عرفنا كلمات جديدة فيها حرف ظاء، وان احنا نعمل زي صديقنا ظافر، ان لما يكون عندنا حفلة بنقدم دعوة لكل اصدقائنا في ظرف، بنقدم لهم دعوة فين؟ في ظرف، عشان خاطر كلهم يشرفونا. في النشاط ده يا أصحابي بيقول أشكال حرف الظاء في الكلمة، ده شكل حرف الظاء أول الكلمة، وده شكل حرف الظاء في نصف الكلمة بيكون مادد إيده للحرف اللي قبله والحرف اللي بعده، ده شكل حرف الظاء آخر الكلمة، أحيانا بيكون مادد إيده للحرف اللي قبله وأحيانا بيكون واقف لوحده لو كان قبليه حرف من الحروف الشائية. هناخد صوت حرف الظاء، احنا طبعا عارفين الحركات القصيرة، ظاء فتحة، ظاء كسرة، ظاء ضمة، ظاء سكون. نقول الأصوات مع بعض، ظ، ظي، ذو، ظ. كمان مرة، ظ، ظي، ذو، ظ. في النشاط ده يا أصحابي بيقول انطق وارسم دائرة حول الصورة التي بها حرف ظ. انطق وارسم دائرة حول الصورة التي بها حرف ظاء. طب اول صورة عندنا صورة ظهر، ظهر. طب اللي هو الظهر بتاع اي انسان، الظهر ده فيها حرف ظاء، نعمل عليها دائرة. طب تاني صورة
ظفر ظفر فيها حرف ظاء، هو بالسهم بيشاور على الظفر بتاع صباع الايد، ظفر فيها ظاء نعمل عليها دايرة. طب تالت صورة ظل، ظل فيها ظاء نعمل عليها دايرة. طيب الصورة الرابعة صورة ظبي فيها ظاء نعمل عليها دايرة. طيب آخر صورة كلب فيها ظاء، لا يبقى مش هنعمل عليها دايرة. في النشاط ده يا أصحابي بيقول استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف الظاء. أول صورة صورة ظفر، ظفر صوت الظاء نركز كده، ظو ظو صوت الظاء، برافو أول بيت. طيب تاني صورة صورة محفظة، محفظة م ح ف ظ ظ ظ صوت الظاء، برافو رابع صوت الصوت اللي قبل الأخير محفظة. الصورة الأخيرة صورة ظل، ظل صوت الظاء، برافو أول صوت. شاطرين جدا يا أصحابي. في النشاط ده يا أصحابي بيقول انطق وصل صوت حرف الظاء بالصورة المناسبة له، انطق وصل صوت حرف الظاء بالصورة المناسبة له. طيب أي جايب إيه حرف الظاء بالحركات بتاعته، ظاء فتحة ظاء ضمة ظاء كسرة ظاء سكون، وجايب لي صور علشان خاطر أعرف صوت الظاء في كل صورة. طيب أول صورة عندي عظمة ع ظ ظ ظ، تاني صورة ظبي، تالت صورة ظل، رابع صورة ظفر. طب والكرة دي فيها ظاء؟ لا يبقى مش هوصلها بأي صوت من أصوات الظاء علشان كلمة كرة ما فيهاش حرف ظاء. طب أول واحدة نوصلها صورة إيه؟ ظبي ظ ظ ظ صوت الظاء، برافو ظاء فتحة. طب تاني واحدة برافو ظفر ظو ظو ظو، نركز كده على صوت الظاء في في كلمة ظفر ظو، يبقى ظاء إيه؟ ضمة. طب الصورة اللي بعدها برافو عليكو ظل صوت الظاء ظي 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 صوت الظاء، ظاء كسرة. آخر صورة معانا كلمة عظمة ع ظ ظ ظ صوت الظاء، ظاء ساكنة. يبقى نقولهم تاني ظبي ظاء فتحة، ظفر ظاء ضمة، ظل ظاء كسرة، عظمة ظاء سكون. في النشاط ده يا أصحابي بيقول رتب الحروف لتكون كلمة، رتب الحروف لتكون كلمة، جايب لي صورة وجايب لي عند الصورة حرف راء وهاء وظاء، يا ترى دي صورة ايه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده ظهر ظهر ظاء ه ر ظاء هاء راء ظهر ظهر. طيب الصورة اللي بعدها صورة ايه؟ ظبي صورة ظبي بتبدأ بحرف الظاء، ظاء باء ياء ظاء باء ياء. آخر نشاط معانا يا أصحابي بيقول استمع ثم أرسم دائرة حول حرف الظاء فيما يلي، استمع ثم أرسم دائرة حول حرف الظاء فيما يلي. طيب هنسمع القصة مع بعض وبعد كده نعرف الكلمات الجديدة اللي موجودة ويانا في القصة ونستفاد من القصة بتاعتنا. بتقول كانت ظريفة تحب الطيور وتذهب إلى الحظيرة كل يوم لتضع لها الطعام والشراب. ظريفة تحب أن تجلس في الظل وتشاهد الطيور وهي تأكل وتشرب. كان في صديقة لينا اسمها ظريفة، صديقتنا ظريفة دي كانت بتحب الطيور، دايما كانت بتروح الحظيرة بتاعة الطيور وتضع للطيور الماء والطعام، ودايما ظريفة كانت تجلس في الظل في مكان كده ما يكونش فيه شمس، وكانت تتفرج وتشاهد الطيور وهي تأكل وتشرب.
طيب عندنا في الكتاب أول سورة عن أول كلمة عندنا كلمة ظبي، ظ ظ ظ فيها ظ آ، نعمل دائرة على حرف الظ. طيب تاني كلمة عندنا كلمة حظيرة، حظيرة فيها ظ آ، نعمل دائرة على حرف الظ. تالت كلمة ظل، ظل اعمل دائرة على حرف الظ. الكلمة اللي بعدها ظرف، ظرف اعمل دائرة على حرف الظاء. الكلمة اللي بعدها ظهر، ظهر اعمل دائرة على حرف الظاء. آخر كلمة عظم، عظم اعمل دائرة على حرف الظاء. يبقى نقرأ الكلمات تاني مع بعض: ظبي، حظيرة، ظل، ظرف، ظهر، عظمة. ودي كده نكون خلصنا حرف الظاء، نذاكر كل الكلمات الجديدة، وأشوفكم المرة الجاية في حرف جديد. باي باي يا أصحابي.